الملكة هنا. أجل، أحر التحيات لكم يا أحبائي، أنتم الذين تجمعون العسل من أجلنا جميعاً. أحييكم. أرجو يا أعزائي أن تبذلوا جهداً صادقاً في شم الرحيق من زهرة التفاح. أجل سيدي. سنقوم بتقليد نحول وعسولة معطفاً من الفرو الذهبي لأنهما تعملان للمرة الأولى. اقتربا أرجوكما. أجل. إنه رائع فعلاً، شكراً جزيلاً لك سيدي. إنه جميل. هذان المعطفان يساعدان الورود على اللقاح بشكل جيد. أرجو منكما ألا تخلعا هذا المعطف أبداً. لن نفعل ذلك. كم هذا رائع. سوف أكون الأولى في مباراة جمع العسل، دعينا نتنافس على ذلك، ما رأيك؟ ليبدأ الجميع الآن. شجرتي، كم أنا متعطشة للعمل. أجل، أنت تبدين كذلك. الشجرة التي ستعمل عليها نحولة هي العاشرة في الصف 95 وعسولة رقم 11. حاضر سيدي. حسناً. شجرتي، السلام عليكم، أنا نحولة، أتيت لأخذ العسل منك، ما رأيك؟ أهلا. لا، بل أنا. لا، رحيقي أنا. لا، أقوم بأخذ الرحيق من الجميع. أنا عسولة، أرجو أن نتعاون معا بشكل جيد. حسنا. عمل اليوم سيكون بمثابة المسابقة. علي نحولة، أنا ممتلئة بالرحيق. حسنا، سأبدأ. أنا جاهزة. ياو، رائحة جميلة، هذا رائع. ليس لدي الوقت لهذه اللقاحات. شكرا لك على عملك. واو، إنها لقاحات. الحشرة تجعل معطفك ثقيلاً، أليس كذلك؟ إنه واجبنا، علينا أن نجمع الرحيق. نحولة، عسولة، أسرعا بالعودة. لماذا هم مستعجلون؟ لم تجمع عسولة شيئاً. إنها بطيئة، بطيئة جدا. إنها هناك. نحولة آتية إلينا. لقد أصبح معطفي ثقيلا جدا. لم أعد أحتمل. أرجوك يا نحولة، توقفي. لما تعز اللقاحات؟ فالأزهار الأخرى تنظر إليها بغضب. فهمت. فعلته جيدا نحولة. اللقاحات ثقيلة. أين يعطفك نحولة؟ أين وضعته؟ لن ينجح عملك أبدا إلا إذا حملت الكثير من اللقاحات فيه. أجل، لكن يجب أن أربح هذه المسابقة. ماذا علي أن أفعل؟ يا ويلي، ما الذي حدث مع عسولة؟ ترى أين هي؟ لابد أنها متعبة بعد أن حملت الكثير من اللقاحات لنا. مرحبا يا عسولة، العسل جاهز لك. تعالي لأخذه بسرعة. شكرا على المساعدة. نحن ممتنون لك كثيرا لأنك ساعدتنا على أخذ اللقاح من بستان التفاح. هل ستغادرين من الآن؟ أوه،
ستغادرين من الآن؟ هل لديك لقاح؟ لقاح؟ يكفي ما جنيته من جمع العسل. حصلت عسولة على الكثير من العسل. كيف حدث هذا؟ يجب أن أفوز عليها. جسدها مليء باللقاحات. يجب أن أجد طريقة للحصول على العسل من دون حمل اللقاحات. لماذا لا تحمل نحول العسل؟ أنا لا أعلم. إنها ثقيلة جدا وتعيق حركتي. أسرعي بالعودة يا نحولة. عسولة. المعطف مزعج جدا. هل أستطيع نزعه أم ماذا؟ أجل، سأقوم بذلك. يجب أن أفوز بأي طريقة. أجل. كم هذا جميل. سأغادر الآن. هل خلعت المعطف؟ وإن يكن؟ لقد ضيعت اللقاحات يا نحولة. لا أبه لذلك إن كنت سأتمكن من جمع العسل بسرعة. لم أرى نحلة مثلها من قبل. لن أعطيك العسل أبدا. لن أعطيك العسل. ماذا تقولون؟ احمل اللقاحات كي نعطيك العسل. ماذا؟ لدي فكرة. هذا ما سأفعله. ارتدي معطف الفرو من جديد. ابتعدي. يا لحظنا العاثر. لن نتمكن من الحصول على فاكهة جيدة. إلينا نحول من بين الجميع للحصول على العسل. يا لهم من مساكين. يجب أن نخبر الملكة بذلك فورا. لقد فهمت. حديقة الخضار هنا، حيث النحل والورود أصدقاء. يستطيعون استخراج العسل وتلقيح الزهور، لكن عندما يقرر أحد العمل فقط من أجل مصلحته، فلن تساعده الورود أبداً، وعندها لن نجد الفاكهة الجيدة. هذا يكفي. أجل، لقد سبقت عسولة. سلتي امتلأت. عسولة، جمعت الكثير. أعلم، الآخرون كانوا يشيدون بك. هل خلعت معطفك؟ أجل، جربي، سوف تجمعين الرحيق بشكل أسرع. أخبرنا القائد ألا ننزع المعطف أبداً. أريد أن أفوز بهذه المسابقة. ماذا؟ الأمر لا يتعلق فقط باستخراج العسل، بل بمساعدة التفاح على أخذ اللقاح. عمل النحلة هو استخراج العسل. نحولة! هل أنتن جادات؟ أين أنتن؟ هيا، نحن لن نعطي الرحيق أبدا. لن أستسلم أبدا. دعيني وشأني. اذهبي. كما قالت لي الملكة. حسنا، نحولة أذهبي من هنا. اذهبي من هنا بسرعة. هيا اذهبي. عسولة، لدينا الكثير من اللقاح. هيا تعالي. لماذا يكون عسولة؟ لماذا؟ هل سمحت لي بالعمل مع شجيرات أخرى أرجوك؟ فهذه الشجيرات لا يردن إعطائي العسل. إنها نحلة سيئة، خلعت المعطف لأنها تريد فقط أخذ العسل. أعتقد أن الوقت قد حان لفعل شيء ما.
سنذهب إلى قصر التفاح يا نحولة. قصر التفاح؟ ماذا؟ لقد أتينا. رائع. إنه رائع. ما أجمله. هذا جميل. سترون في هذا القصر التفاحات الأكبر التي أنتجتها الشجرات التي ساعدتموها على التلقيح. واو، أتعنين أننا ستتمكن من رؤية فاكهة الخريف من الآن؟ أجل، آمل أن تنتج شجرة التفاحات الأكبر. سوف أعرف كم تفاحة أنتجت شجرتي. سوف أسمح لكم بالدخول الآن عبر بوابة الزهور لاكتشاف الأمر بأنفسكم. حسناً، ليجد كل واحد شجرته وتفاحاته. هيا انطلقوا جميعاً الآن. بسرعة إلى بوابة الزهور. بسرعة. هيا هيا هيا. النحلات آتية إلى هنا. واو، هذا رائع. لقد ولدنا من الأزهار التي أخذت منها العسل. لقد حملت الكثير من التفاحات على معطفك البارد، هذا ما جعلنا التفاحات الأكبر. أنت كنت رائعة يا عسولة. دعونا نحتفل بالتفاحات الجيدة. نحن هكذا بفضلك يا عسولة. أنت رائعة. عسولة هي الأفضل. رائع. أنت رائعة يا عسولة. عسولة عسولة عسولة. لماذا لا تناديني؟ أي تفاحة كبيرة. لا، لا أصدق هذا. يجب أن تخجلي لأنك خرجت من المسابقة. عزيزتي النحلة، هذا ليس المكان المناسب بالنسبة إليك. يا ويلي، خرجنا من المسابقة. ما هذه المصيبة؟ إن شجيراتي لم تنتج تفاحات كبيرة. أنت سبب كل ذلك يا نحولة. لكن لماذا؟ تعلمين أن الشجرات تحتاج إلى التلقيح كي تنتج تفاحات أكبر. هل ترين عسولة؟ لقد حملت الكثير من اللقاحات في معطفها من أجل الوردات. هذا ما يجعل التفاحات تكبر في الخريف. لكن انظري إلى نفسك. لم أستطع استخراج الكثير من العسل. ترى ما الذي سنفعله الآن؟ لن نتمكن من إنتاج التفاحات الأكبر. نحولة، التفاحات الصغيرة التي ترينها ولدت من جراء نقل الهواء لقليل من اللقاحات. ما الذي فعلته؟ لا أصدق هذا. نحولة، يبدو أنها فهمت جيداً. ترى أين معطفي؟ أين هو؟ نحولة، لقد وجدنا المعطف. خذي، ها هو، إنه لك. يجب أن تدركي مدى أهميته. أنا آسفة. عليك أن تحافظي عليه جيدا، وليس كما في المرة السابقة. انتبهي جيدا. لقد فهمت الآن أنه يجب أن لا أعمل من أجلي فقط، بل يجب أن أساعد الورود كي تتلقاها جيدا. ارتدي المعطف. هيا. شكرا. احتفظي به. لن أخلعه أبدا. أعدكما بأن لا أفعل ذلك مجددا. أنا فرح جدا. حسنا، لم تتأخرا بعد. أكملا عملكما لإنتاج التفاحات الأكبر على الإطلاق. حاضر سيدي. آه.
عندما تصبح النحلات والوردات أصدقاء، يملأ العسل السلال وتملأ التفاحات الحدائق لكي يتحول العمل إلى رائحة عطرة. كل هذا يحدث إذا ما توحدنا.